جاءت المدنية سريعة متدافعة، فتغيرت الأرض وأصبحت الحياة في الكويت تسير بسرعة. أهلها، مبانيها، أمانيها، تطلعاتها وأيضا صناعتها، كل شيء يتحرك بسرعة، وكان لابد من طاقة متزايدة لمواجهة مطالب التطور المتسارع. وهكذا شهد ميناء الأحمدي بناء أول مصفاة في الكويت لتوفير وقود السيارات والكيروسين ووقود السفن بطاقة لا تتجاوز 25,000 برميل يوميا. وكان إنتاج المصفاة آنئذ كافيا لسد الحاجة المحلية، لكن سرعة وتطور وانطلاقة الكويت بخطى حثيثة فاقت كل التوقعات. إلا أن مصفاة ميناء الأحمدي خضعت لعدة توسعات بعد ذلك، حتى زادت طاقتها التكريرية على 200,000 برميل يوميا. وإيمانا من الكويت بأهمية الطاقة الكهربائية كأداة رئيسية لتحقيق التقدم، فقد أنشئت في البلاد مجموعة من محطات توليد الطاقة، كما أنشئت محطات عديدة لتحلية المياه وتوفير المادة الحيوية للشرب. وتعتمد محطات توليد الطاقة وتحلية المياه على الغاز المصاحب للنفط كوقود لها، ولكن تأمين الغاز الكافي لم يكن مضمونا في ظل الأوضاع المحيطة بإنتاج النفط الخام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره. ولهذا فقد اتخذ قرار في أواخر السبعينات بتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله لتوفير الوقود السائل المنخفض الشوائب ليحل محل الغاز المصاحب للبترول. وهكذا بدأ العمل في سنة 1981 بتحديث مصفات ميناء الأحمدي، وعهد إلى شركة البترول الوطنية الكويتية بالقيام بذلك. وقد تكونت داخل الشركة مجموعة عمل للإشراف على تنفيذ المشروع عرفت باسم مجموعة المشاريع الكبرى. وقد دلت الدراسات التي أجريت فيما بعد على ضرورة إضافة وحدات ومرافق جديدة إلى هذا المشروع لكي يزيد من توفير منتجات نفطية عالية الجودة. وهكذا ولد مشروع جديد آخر لا يقل أهمية عن مشروع تحديث المصفاة، وهو مشروع الإضافات الجديدة بمصفاة ميناء الأحمدي وفي نفس الموقع. وقد بدأ بتنفيذ المشروعين معا على مساحة تقارب 2,000,000 متر مربع. بدأ العمل في تسوية الأرض وحفر الأساسات اللازمة والتحضير لاستقبال المعدات الضخمة المؤلفة من عشرات الأطران والمفاعلات والأبراج التي بدأت تصل إلى موقع المشروع، وبدأ العمل بتثبيتها في مواقعها. يسير وفق خطط موضوعة بأدق التفاصيل متفق عليها بين شركة البترول الوطنية الكويتية والمقاول الرئيسي شركة جي جي سي اليابانية، إذ قسم موقع العمل إلى أجزاء صغيرة وتم وضع مخطط متكامل لكل جزء من أجزائه، حيث بدأت وحدات المشروع ومرافقه تأخذ مواقعها على كل جزء وفق المخطط المرسوم. وقد ساعد هذا التقسيم في إنجاز المشروع طبقا للجدول الزمني الذي حدد مسبقا لإنجاز كل وحدة من وحداته وإكمال كل مرحلة من مراحله.
كما كان ذلك التقسيم وسيلة فعالة في تمكين شركة البترول الوطنية الكويتية من الإشراف الدقيق على تنفيذ المشروع. الدقة المتناهية هي شعار العمل الذي أطلقته مجموعة المشاريع الكبرى في شركة البترول الوطنية الكويتية خلال عملية تحديث مصفات ميناء الأحمدي. وقد تم تركيب جميع المعدات على ضخامتها بنجاح كبير. أعداد كبيرة من الأبراج والمفاعلات والقطع الكبيرة تنقل من أمكنة بعيدة في أنحاء العالم لتأخذ أماكنها وفق خطط دقيقة لا تفرط بساعة واحدة ولا تضيع جهد عامل واحد من الآلاف من العاملين بالمشروع. وقد بلغ وزن المفاعلات والأبراج والأوعية التي تم تركيبها في المشروع 21,787 طنا. وكان برج التقطير الفراغي الذي يعد من أهم ملامح مشروع الإضافات الجديدة أضخم هذه المعدات على الإطلاق. ولقد تم نقل ذلك البرج من اليابان وجرى تركيبه في موقع العمل في مشروع الإضافات الجديدة. وبلغ الوزن الإجمالي للبرج أكثر من 1000 طن، ويبلغ قطره 13 مترا في حين بلغ ارتفاعه 58 مترا. يعتبر برج التقطير الفراغي جزءا هاما من وحدة التقطير الفراغي. وقد سمت وحدة التقطير الفراغي على أساس وجود مثل هذا البرج الضخم فيها بسبب جدواه الاقتصادية العالية. وقد جهز البرج بأكثر من 50 فتحة يصل قطر أوسعها إلى 72 بوصة، في حين لا يزيد قطر أضيقها عن بوصة واحدة، وهو في الواقع أضخم المعدات التي وردت إلى المنطقة بشكل عام. وقد كان نقله وتركيبه من الأمور البالغة التعقيد، ولا سيما نقله من ميناء الشعيبة وتركيبه في موقعه، إلا أن ذلك قد تم بنجاح منقطع النظير. يعتبر مشروع تحديث مصفاة ميناء الأحمدي بمرحلتي من أضخم المشاريع النفطية، فقد بني على مساحة تقارب 2,000,000 متر مربع، وقد استخدمت في بنائه كميات من الخرسانة المسلحة
تزيد على 188 ألف متر مكعب، وبلغ طول الأنابيب التي استخدمت فيه أكثر من 1290 كيلو متر. بلغ طول الكابلات الكهربائية أكثر من 2000 كيلو متر، كما وصل عدد العاملين في المشروع في أوقات الذروة إلى 10,000 شخص ما بين مهندس وإداري وعامل ماهر. وبالإضافة إلى المقاول الرئيسي، فقد شارك 185 من المقاولين المحليين في بناء هذا الصرح الصناعي الهام، وأسندت إليهم أعمال بلغت قيمتها الإجمالية 150 مليون دينار. وقد حظي تنفيذ المشروع باهتمام جميع العاملين والمسؤولين في شركة البترول الوطنية الكويتية، وتجلى ذلك في متابعة الإدارة العليا للشركة لتفاصيل العمل، وزيارة الموقع بشكل متواصل من أجل الوقوف على سير العمل. مشروع تحديث مصفات ميناء الأحمدي يسير حسب وتيرة محددة تستهدف تحقيق 3 أهداف. أولا، تنفيذ المشروع وفق المواصفات الموضوعة، وثانيهما تنفيذه ضمن الجدول الزمني. أما الهدف الثالث وهو بالغ الأهمية، فهو تنفيذ المشروع ضمن حدود الميزانية المقررة أو أقل من ذلك إن أمكن. ومن أجل ذلك فقد كانت تتم مناقشة كل جزء من العمل أثناء تنفيذه للتأكد من مواصفاته وتحليل تكلفة إنجازه ومطابقتها مع الميزانية المقررة. لقي العمل بالمشروع اهتماما ومتابعة أيضا ليس من قبل الإدارة العليا للشركة فحسب، بل من قبل المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية، وعلى رأسهم معالي وزير النفط الذي قام بتفقد سير العمل بالمشروع أكثر من مرة. يتكون المشروع من 28 وحدة مقسمة إلى وحدات تصنيع ووحدات مساعدة لمعالجة مخلفات التصنيع لغرض حماية البيئة من التلوث، وهو الأمر الذي أولته الشركة عند تنفيذ المشروع أهمية قصوى. وحدات المشروع بمرحلتي وحدتا تقطير الزيت الخام، وطاقتهما معا 270 ألف برميل يوميا. وفيهما يتم تقطير الزيت الخام في برج التقطير الجوي لتكرير المنتجات البترولية الأولية للحصول على منتجات ذات مواصفات عالية الجودة. Thank you.
أما وحدة إزالة الكبريت من الكيروسين فيتم فيها تخفيض الشوائب الكبريتية من المواد المكررة وفق تقنية متطورة تخفض تلك الشوائب من 1.1% إلى 1% فقط. وهكذا يزال الكبريت من السولار الخفيف والثقيل بطريقة الهدرجة في درجة حرارة عالية تصل إلى 630 درجة فهرنهايت، وطاقة هذه الوحدة تقارب 16,000 برميل يوميا. ومن وحدات المشروع أيضا 4 وحدات لإزالة الكبريت من قطعة قاع البرج الجوي، حيث يتم فيها تخفيض نسبة الكبريت من 4.2% إلى 5%، ويتم في كل من هذه الوحدات التفاعل بدرجة حرارة تبلغ 700 درجة فهرنهايت، وتصل الطاقة الإنتاجية لكل وحدة منها إلى 32,000 برميل يوميا. الوحدات أيضا وحدة التكسير بالعامل المساعد السائل، ومن أغرابها تكسير زيت الغاز المتجمع من مصادر متعددة إلى مركبات الجازولين للسيارات، ويتم ذلك عن طريق التفاعل بدرجة حرارة تصل إلى 900 درجة فهرنهايت. ومن وحدات المشروع وحدتان لمعالجة المياه الملوثة، وهدفها الأساسي هو حماية مياه الخليج من التلوث عن طريق فصل الكبريتيد الهيدروجين والأمونيا وكل الشوائب الأخرى الملوثة عن المياه التي تستخدم في جميع وحدات المشروع. وبعد أن يتم عزل هذه الشوائب تستخدم المياه في عمليات التصفية أو ترسل إلى الخليج بعد أن تكون قد خلت من عوامل التلوث. وجميع هذه الوحدات تستهدف كما أسلفنا تكرير النفط الخام وتحويله إلى مشتقات نفطية عالية الجودة مثل الغاز، النافتة، الكيروسين، الجازولين، الديزل وزيت الوقود، وحوالي 20 منتجا نفطيا آخر ضمن سلسلة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك فتح منافذ تصديرية جديدة أمام المنتجات النفطية الكويتية في الأسواق العالمية، وذلك تحقيقا لشعار الاستغلال الأمثل للثروة النفطية وزيادة القيمة المضافة المحلية. ومن غرفتي التحكم المركزيتين تتم عمليات إدارة وحدات المصفاة وفق أحدث تقنية معروفة في العالم في هذا المجال، وهي تقنية تعتمد على الكمبيوتر والمايكرو بروسيسور والأجهزة الرقمية. وبواسطة هذه التقنية المتقدمة تتم مراقبة جميع الوحدات والتحكم في تشغيلها وحتى إصلاح بعض الخلل الذي قد يقع داخل المصفاة. والواقع أن غرفتي التحكم المركزيتين تعتبران معا الجهاز العصبي للمصفاة، إذ فيهما يتم التحكم بحركة الوحدات والسيطرة على مجريات الأحداث فيها. وبسبب الحساسية الدقيقة للأجهزة فقد صممت كل غرفة من غرفتي التحكم بشكل لا يمكن للغبار أو الغاز البترولي التسرب إلى داخلها.
الكبريت هو إنتاج هامشي لعملية تكرير النفط وينتج في المصاف الثلاث. ومن أجل الاستفادة من هذا المنتج فقد بني في ميناء الأحمد مجمع لمناولة وتصليب وخزن الكبريت، ويستقبل المجمع الكبريت السائل عبر أنابيب من مصافي الشايبة وميناء عبدالله وميناء الأحمدي، حيث يتم تصليبه وتفتيته إلى قطع صغيرة. وبعد أن يستهلك قسم منه في السوق المحلية يتم تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، وقد جهز المجمع بسير الناقل ينقل بواسطته الكبريت من المخزن إلى الباخرة مباشرة. وتتم عمليات تفتيت الكبريت في مخزن ضخم مغلق وينقل في قنوات مغطاة منعا لإحداث أي تلوث للجو بغبار الكبريت. ويستعمل الكبريت في عدة أغراض صناعية وخاصة في صناعة الأسمدة الكيماوية. يتم تخزين مواد التغذية والمنتجات الوسيطة والنهائية في مجموعة من الصهاريج بلغ عددها 108 خزانات، سعتها الإجمالية تزيد قليلا على 10 مليون برميل. وقد بني هذا العدد الكبير من صهاريج التخزين لمواجهة متطلبات التصدير من مصفاة ميناء الأحمدي. فالفيد يأتي أولا من الكودستيليشن يونت إلى أو من التنكات إلى السيرج درام، فهذا هو السيرج درام اللي احنا ذكرناه. بعد اكتمال مشروع تحديث مصفاة ميناء الأحمدي بمرحلتين أنشئت قاعة خاصة بالمجسمات التي تمثل بشكل مصغر جميع وحدات المشروع، وتستخدم تلك المجسمات لعدة أغراض من أهمها أغراض التدريب، حيث يتلقى المتدربون من الموظفين الجدد بالشركة معلومات عن وحدات المصفاة عن طريق هذه النماذج المصغرة. وفي الوقت الذي كان فيه العمل يجري على قدم وساق لاستكمال تنفيذ المشروع، كانت شركة البترول الوطنية الكويتية تبذل جهودا حثيثة لتوفير القاعدة البشرية من الطاقات الوطنية المؤهلة لإدارة وتشغيل المشروع، وذلك عن طريق برامج التدريب المكثفة وإتاحة الفرص للعناصر الوطنية لكي تتبوأ المناصب القيادية سواء في موقع العمل الفني أو الإداري في الشركة. كما تضم المصفاة الجديدة مجموعة كبيرة من المرافق المساندة التي توفر للعاملين في تشغيل وإدارة تلك الوحدات عناصر السلامة والراحة. وعلى سبيل المثال جهزت عيادة طبية بأجهزة حديثة ووفر لها عدد كاف من الأطباء المتخصصين، وإلى جانبها صيدلية تحتوي على سلسلة واسعة من الأدوية الضرورية. كما بنيت المصفاة الجديدة مبنى للإدارة لاستيعاب العاملين من إداريين ومهندسين ومحاسبين. وفي 19 فبراير 1986 افتتح المشروع في مرحلتين رسميا تحت رعاية سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وكان ذلك اليوم تتويجا لجهود استمرت 6 أعوام أقيم خلالها صرح جديد من صروح الصناعة النفطية في الكويت. إن المشروع بعد اكتماله أصبح في الواقع مصفاة جديدة حلت مكان المصفاة القديمة، وقد بلغ معدل كميات النفط الخام المكررة في المصفاة خلال عام 1985 و 1986
325 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة ذات الجودة العالية، أي ما يقارب 120 مليون برميل، في حين أنها كانت في عام 1980 لا تزيد على 43 مليون برميل سنويا. وهي تستوفي أحدث مواصفات ومتطلبات السوق العالمية، مما يتيح للكويت منافذ تصديرية جديدة لفعل القدرة التنافسية العالية للمنتجات النفطية من مصفات ميناء الأحمدي ومصفات الشعبان. وبعد إنجاز مشروع تحديث مصفات ميناء عبدالله الذي يجري العمل فيه قدما، فإن الطاقة التكريرية من مصافي الشعيبة وميناء الأحمدي وميناء عبدالله سوف تزيد على 650 ألف برميل يوميا من النفط الخام. وبالإضافة إلى توفير الطاقة المنخفضة الشوائب للسوق المحلية وزيادة العائد من المنتجات النفطية عن طريق الحصول على القيمة المضافة المحلية وفتح منافذ تصديرية أمام المنتجات النفطية الكويتية في السوق العالمية، فإن من أهم أهداف المشروع ربط المصافي في الكويت ببعضها البعض لكي تصبح وحدة متكاملة توفر قدرا كبيرا من المرونة والكفاءة في مواجهة متطلبات حاجات التصدير إلى السوق العالمية. لقد كان مشروع تحديث مصفاة ميناء الأحمدي ومشروع الإضافات الجديدة في المصفاة استثمارا هاما زادت تكاليفهما على 700 مليون دينار، ولكن ذلك الاستثمار كان برهانا على القدرة على استشراف المستقبل وبناء مشاريع تخدم أهدافا طويلة الأمد وتوفر قاعدة صلبة لاستراتيجية نفطية سليمة. وتعتبر مشاريع توسعة وتحديث مصفتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله من أهم الاستثمارات التي تم توظيفها وصولا إلى هدف تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة النفطية في الكويت.